ذاكر. هذه بالنسبة لقضية لماذا نخطط حتى ننجح. طبعا سأبدأ بسرد بعض ما يسر الله كتابته وتجميعه من الكتب ومن بعض المراجع والعروض الأخرى. وضوح الرؤية وتحديد الأهداف هذا مهم. إن لم يكن لدي تخطيط فلن يكون لدي رؤية واضحة ولا أهداف. يمكن بدل ما يكون عندي 4-5 أهداف أتفاجأ أنه ما عندي ولا هدف أصلا. أنا ليش مسكت الفرقة وش الله أقحمني في هذا النشاط الكشفي؟ فإذا كان لديك رؤية وأهداف واضحة أيضا لديك تحقيق تكامل تنسيق في بين فرق العمل وبين الزميلات كما ذكرنا المساعدة، مديرة دور شؤون إدارة شؤون الطالبات، مديرة إدارة النقل مثلا إذا كان الحركة، إذا كان في برامج خارجية، إذا كان في برامج مثلا كما ذكرنا زيارات خارجية أتواصل مع مديرة الحركة في تأمين باص للفتيات، إذا كان في وأنسق مثلا إذا كان في عندي دورة مسعفة، دورة إسعافات أولية مع من أنسق مع أي جهة. هذه بالنسبة يا كريمات بالنسبة لقضية التكامل والتنسيق. أيضا استخدام أمثل للموارد والإمكانات، فعلا كل ما كانت الإمكانات واضحة قدامي والموارد واضحة عرفت وشون أرشدها أو أستخدم الاستخدام الأمثل والاستخدام الصحيح والمنطقي. تحديد الأولويات، وش المهم عندي أنا الآن؟ هل المهم عندي أنه مجرد فتح فرقة أو أني أسعى بهالفتيات وأتقدم بهن كما ذكرنا من مستجدة إلى مبتدئة إلى ثاني إلى أول، حيث أنها تكون الشارة لديها شارة أول. كم واحدة تحصل على هذه الشارة وكيف تحصلها؟ كم هواية لازم تأخذها الفتاة عشان تنتقل؟ وش الأنشطة الفردية؟ وش الأنشطة الجماعية؟ وش السلوك الشخصي؟ فهذه لابد متى أضع الاستمارة، متى أبدأ فيها، من يشاركني في إعداد الاستمارة. كل هذه أشياء مهمة جدا اللي هي استمارة تقدم الأفراد. أيضا السيطرة على مشاكل التنفيذ، وأعرف لا قدر الله مخارج الطوارئ، لا قدر الله لو صار شيء، أعرف أرقام الاتصال مثلا بالهلال الأحمر، أعرف الأشياء هذه. فأي عوائق تحصل لي أنا أستطيع من خلال التخطيط المسبق، لاحظوا يا كريمات التخطيط المسبق، أن يسيطر على أي مشاكل ستأتيني. أما إذا خبط لصق فهنا الإشكالية. أيضا تخفيض المخاطر المتوقعة، وهذه يمكن قريبة من السابقة. نأتي الآن إلى فوائد التخطيط. ما هي الفوائد العائدة علي إذا جيت خططت وضعت خطة كاملة لمدة فصل دراسي؟ ما هي الفوائد المرجوة التي ستعود علي؟ ما ذكرنا سابقا هو ما قبل التخطيط، الآن خطط، ما هي الفوائد التي ستعود علي يا كريمات من التخطيط؟ نبدأ على بركة الله. معرفة الإيجابيات والسلبيات، طبعا هي العملية متداخلة. يا سلام القائد حنان تقول لي إنجاز والدقة اختصار الوقت جدا رائع، هذه أستطيع اتخاذ ابتسامة. يا سلام أستطيع اتخاذ قرار صحيح يساعد على إنجاز. قائد الدلال الأعمال تجنب المخاطر، ماني بقاري أسماء، يظهر الأهداف بين الاحتياجات والأدوات، توفير الوقت والجهد، تحقيق الأهداف بسهولة، معرفة التصرف كما ذكرنا. قائد عزة في أيضا قائدة رشا تقول معرفة إدارة المخاطر والفرص، والقائدة ذكرنا التغريد يظهر الأهداف ويبين الاحتياجات والأدوات، تنظيم الأمور المالية، دراسة التقارير المقدمة. يا سلام يمكن أني من وضع خطة بديلة، شكرا للقائدة نوها على هذه العبارة. يفرض الرقابة، التنسيق بين الأقسام والتكامل، أشكرك. اختصار وقت وجهد وجودة أعلى، تقييم مدى الإنجاز وفق مطابقتها للأهداف. قائد نوف شكرا لكم. سنبدأ بفوائد التخطيط. أنا والله أنا حاول أسرع شوي، ترى لو لاحظت وضع البدائل تفادي العشوائية
تقييم البدائل واختيار البدائل الامثل. وقائد اقبال اسمح لي فعلا ان اؤيد على هذه النقطه، لابد ان نعود انفسنا واسرتنا على مستوى الاسره الشخصي وعلى مستوى الفرقه او وعلى مستوى العشيره دائما ان نعود انفسنا على قضيه البدائل عند الطوارئ. يعني اذا احتاج اي امر في استخدامه العادي متى وش الاشياء اللي ممكن استخدمها في لو احتجت لاي امر من الامور الهامه او الخطيره او لا قدر الله لاي امر من الامور الضروريه او الطوارئ. فلا بد اني فعلا زي ما ذكرت قائد اقبال منديلي تقييم البدائل واختيار البدائل الامثل والانسب. نعم ايضا قائد نواد تقول لمعرفه مدى فعاليتها لا بد من التخطيط والتقويم المستمر يساعد على اتخاذ القرار الصائب. يا سلام قائد الثروه المشاركه في وضع خطط بديله. هذه ترى في ما زال في خلط يا كريمات بين لماذا نخطط وبين فوائد التخطيط اتخاذ التدابير المعينه على تيسير العمل. طيب سنبدا نتوقف يا كريمات، سنبدا في فوائد التخطيط لاننا زي ما ذكرت لكم يهمني اخر شريحه اللي بتجينا اخر شريحه هي اللي سنشتغل عليها شغل ثقيل شوي. فكما ذكرت لكم يعني هي اهم شريحه اللي هي اخر شريحه سنصل لها باذن الله عز وجل وهي اللي بنشتغل عليها وبنعرف كيف نعد الخطه. ساستعرض لكم الان بعض فوائد التخطيط. رؤيه مستقبليه وتشاركيه مع كافة القطاعات. كما ذكرنا هي الرؤية مستقبلية وتشاركية مع كافة القطاعات المعنية وكافة الأقسام التي لدي. وش الأقسام اللي تهمني أني أتواصل معها؟ وش اللي الأقسام اللي ما لها علاقة بي؟ مثلا إدارة نشاط الطالبات، مثلا قسم الحركة، قسم الصيانة، هل يهمني اني اخذ ارقام احد منهم ولا يكفي يكون تواصلي مع المديره مباشره؟ ابدا انا والله صليت قبل ما نبدا فانا بنواصل اي زميله ممكنها. العرض سيكون موجود فخذي راحتك صلي لانه يهمنا انه سياتي معنا بعد قليل الجانب العملي. فالان بعض الاشياء موجوده في العرض لعلك تلحقين علينا. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا كريم. تحقيق زيادة إن شاء الله إن شاء الله قاعدة بدرية شوي بيرسلون رابط التسجيل بس أبشر شوي بس. تحقيق زيادة الانتماء لرسالة الفرقة، الفرقة الكشفية كل ما شافوا الفتيات أن قاعدتهم فعلا واضحة خطة واضحة في تحت سيكون الولاء أعلى والانتماء للفرقة واللي وضع حتى ليس فقط الفتيات يا كريمات حتى زيادة الانتماء حتى من قبل الأمهات من قبل المعلمات اللي في المدرسة كل ما شافوك واضحة وصادقة وقوية فيما تقدمين. يعني القوة ترى ما هي بالقوة البدنية لا أبدا، القوة الفكرية الثقة في النفس كل هذه تزيد انتماء من حولك إليك ويثقون في مصداقية كلامك ويثقون في كل فعل تفعلينه فيما أنت مقدمة عليه بإذن الله عز وجل من الخير للفتيات. أيضا بعد زيادة الانتماء نجي للشريحة التي بعدها وهي تحديد وتركيز اتجاه السير. لأنك كما يقولون يعني بعضهم إذا أراد مثلا السفر تجد ما يمكن إلى يوم السفر والنقاش في ويمكن ناخذ في جانب الأسرة النقاش كثير ما يدرون وين يروحون لأي منطقة بسبب سوء التخطيط وعدم لكن إذا خططت الأسرة وحجزت مبكر مثل الفرقة في المدرسة إذا عرفت متى دورة الهوايات ستقام كما سيأتي معنا عرفوا الفتيات عرفوا مثلا المسابقات متى مواعيدها استمارة تقدم الأفراد
عرفها من اللي مسؤول عنها من الزميلات، كل هذا سيساعد على اتجاه السير ونجاح الفرقة وتقدمها بإذن الله عز وجل. ناتي اللي بعدها زيادة الدعم الداخلي والخارجي. طبعا الدعم الداخلي اللي هو المدرسة، مديرة المدرسة والمساعدة رائدة النشاط، وليس المقصود الدعم ترى فقط دعم مادي، لا أبدا، لا ينصرف الفكر لفقط الدعم المادي، لا، الدعم اللوجستي كما يقولون ضروري جدا يعني ومهم من الجميع. فلا بد أن نسعى الدعم الداخلي، نسعى للحصول عليه، الدعم المعنوي، مساندة الزميلات، مساندة الإداريات، الهيئة الإدارية كما ذكرنا أمس الأول، الهيئة الإدارية، الهيئة التعليمية، كل هؤلاء ضروري أنهم أني أسعى أو من خلال التخطيط الجيد والفعال سيزيد الدعم الداخلي لدي، وأيضا سيزيد الدعم الخارجي عندما أتواصل مثلا مع المركز الصحي، مع الأمانة في تنفيذ تسجيل، في تنفيذ خدمة عامة نظافة، في أي قطاع أنا أحتاجه، إحدى الجمعيات مثلا، منظمات القطاع غير الربحي، القطاع الثالث، المنظمات غير الربحية، كل هذه الجهات لما أخطط وأعرف فرق بين زميلة، يعني خذوا هذه في قضية الدعم الخارجي، الآن زميلة في مدرسة أو في كلية عندها دورة إسعافات أولية، تخيلوا ثنتين جاي البرنامج أصلا من الإدارة وواضح موعده، واحدة عارفة قبل 3 أسابيع ومخططة وعارفة وراحت نسقت مع المركز الصحي، مع مستوصف خاص لها علاقة بهم وخططت معهم، هل نجاح هذه الدورة مثل واحدة في بيات شتوي ما تفاجأت أنه والله الدورة أنها يوم الأحد، بينما انصدمت أنها شافت الخطة أو شافت التعميم يوم الخميس، والتعميم جاي نلف حول الشهر أو 3 أسابيع. بالله عليكم يعني أي الزميلات سيكون النجاح حليفها، وأي الزميلات ستكون ثقة عالية فيها، بالتأكيد أن الزميلة اللي مرسلة موافقات أولياء الأمور على الدورة ومنسقت مع الجهة، مرسلت الخطاب بدري ومنسقة مع الجهة، فكما تفضلت قائدة حنان فعلا من استعدت، هي ليست قضية فقط أنها تكسب الثقة وكما ذكرنا الدعم الداخلي والخارجي، لكن أيضا ستفيد فتياته، وحتى فتياته سيعرفن أن لهن سند بعد الله عز وجل هي قائدتهم. أما الثانية لا، يبدأ الانسحاب، يبدأ التشكيك في عملها، يبدأ التشكيك في مصداقيتها، في أنها إنسانة مهملة، إنسانة غير منضبطة، إنسانة غير عملية، غير مبادرة. فحتى لو كانت حريصة لكن الحرص وحده لا يكفي، بالتأكيد أن الحرص وحده لا يكفي ما لم يكن مدعوم بتحرك فعلي كامل. كما ذكرت قائدة التغريد وأيدت القائدة حنان فعلا المستعدة، التحكم في الأمور غير المؤكدة وإدارتها، هذه أيضا من الأمور المهمة في قضية كما ذكرت إحدى الزميلات في لماذا نخطط، الأمور الطوارئ، أمور التي قابلة للاحتمال، قابلة للإلغاء، قابلة للتثبيت، كل هذه لابد أن نتأكد منها، وهذه من فوائد التخطيط. بيئة مناسبة لتحديد الموارد، أنا ودي إن شاء الله على 7 نبدأ في إعداد الخطة، ودي كل زميلة يعني أتمنى أن تكون معها أوراق قريبة منها حتى تشاركنا كتابة وثم تكتب على الشات بعض الأشياء، فأنا بنشتغل، ودي يكون حولكم أوراق وأقلام يعني كرما حتى نشتغل بخطة عملية شوي يعني لمدة، وسيأتي معنا إن شاء الله لمدة 12 أسبوع كيف نخططها خلال الفصل الدراسي، إذا كان 13 أسبوع في الفصل متى نبدأ متى ننتهي وماذا سيقدم خلال هذا الفصل. فودي كرما من جميع الزميلات إحضار أوراق يعني ورقتين 3 للكتابة عليها تكون مسودة لها، ثم تكتب لنا على الشات أشبه بالعصف الذهني حتى نخرج على الأقل بخطة، بالتأكيد أنها لن تطبق من الجميع ولا نريد أن تكون خطة موحدة. يا كريمات
من المستحيل أن نخرج مهما بذلنا لو جلسنا أسبوعين كاملات في اجتماعات مباشرة، ليس فقط عن طريق الزوم، إنما اجتماعات مباشرة وجلسنا أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، لن نخرج بخطة موحدة للتعليم مثلا لإدارة تعليم الرياضة أو إدارة تعليم مكة لجميع الفرق، لا مستحيل. أو أي كانت أيا كانت الإدارة أو جامعة، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، لا يمكن أن نخرج بخطة لجميع الكليات مثلا للعشائر بخطة موحدة. نعم هناك برامج كما سيأتي معنا، برامج مركزية، لكن الخطة الداخلية هذا ما يعني، ويستحيل يستحيل أن أقولها. تبشرين بالجنة والدين ومن يسمع يا كريم قايد نوال. فكما ذكرت لكم أن سنبدأ إن شاء الله بعد قليل في الجانب العملي، فإن شغالين على بيئة مناسبة، على فوائد التخطيط الآن ما زلنا فيها. فأنا أقول يا كريمات، مهما بدلنا سواء على مستوى الجامعة، ما بالك على مستوى التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، جامعات حكومية وأهلية، حتى على مستوى الكلية، نفرض إحدى الكليات لديها ثلاث عشائر، يستحيل أن الكلية تضع خطة موحدة للجميع. لأنه وهذا ما نلحظه في بعض المجمعات اللي في مدارس أهلية، ما أدري إذا كان في قائدات في مدارس أهلية سيلاحظون هالمعاناة، أن تأتيهم خطة من مشرفة المجمع، مشرفة الأنشطة الطلابية أو مشرف الأنشطة الطلابية. أبشر قائدة، والله قائدة عزها أظن، بنجي إن شاء الله. أبشري لا تبدون الحين تكفون في أي برامج، خلونا في الفوائد. لكن أنا أقول ستعاني بعض الجهات وبعض القطاعات من مشرفة النشاط أو مشرف النشاط إذا طالبهم بخطة موحدة في مجمع تعليمي أو ما إلى ذلك، لأن لكل قائدة ولكل إنسان مهما كان له خصائصه الخاصة، وهو أدرى به وبالحي اللي هو ساكن فيه، أدرى بالفروق الفردية بين فتيات القائدة، أدرى بالفروق الفردية بين فتياته، أدرى بما يعرفه المناسب، أدرى بالإمكانات. يعني لو طالبنا مثلا كمثال بدوري رياضي كرة الطائرة، هل جميع المدارس فيها ملعب كرة الطائرة؟ بالتأكيد لا، فلماذا نطالب مثل هذا؟ لكن ممكن نقول دوري تنس، دوري بيبي فوت اللي هي الفرفيرة، ممكن الهوكي، أيا كانت اللعبة. فأنا نأتي ممكن يوضع كلمة دوري رياضي، نعم، لكن لا يحدد نوع الدور الرياضي، إنما يرجع إلى وفق إمكانات المدرسة أو وفق إمكانات الكلية أو وفق إمكانات مثلا العشيرة أو القطاع أو المعهد أو مركز التدريب، أيا كانت الجهة. طبعا زي ما ذكرنا، بيئة مناسبة عفوا لتحديد الموارد، وليست فقط الموارد، دائما عندنا الموارد ثلاث أنواع، من يذكرها يا كريمات مدام جينا فيها؟ الموارد ثلاث أنواع، وش الموارد؟ بشري ومادي. ممتاز، فعلا موارد بشرية وموارد مادية، بس الثالث لا، معلش قائد نواف، موارد بشرية ومادية، بس في شيء ثالث مهم جدا دائما نغفل عنه. المالية يدخل في كلها، المالية غير المالية، عندنا بشرية ومالية أو مادية، مين مشكلة، لكن باقي شيء مهم جدا سأكتبه. المكان يدخل في المواد، الموارد المادية، الدعم المعنوي يدخل في البشرية، البشرية والغير بشرية الموارد. طيب أنا بكتبها يا كريمات، خلوها بس سأكتب ما ذكرتم اللي هي بشري. لحظة شوي، أعطوني فرصة عشان أكتب، لا رجاء التوقف عن كتابة. بشري، موارد بشرية، هذه واحدة، ثم موارد مالية، الثالثة موارد نظامية. يا كريمات دائما دائما نغفل عن هذه النقطة، هل النظام يسمح أو لا يسمح؟ مثلا هل النظام يسمح للأشبال بالرحلة خارج المنطقة؟ النظام لا. أشكرك قائدة فوزية على لايك. هل النظام يسمح للأشبال اللي هم الزهرات يسمح لهم بالسفر خارج المنطقة؟
بالتأكيد النظام لا يسمح. كوني عندي موارد بشرية، عندي مثلا والله ثلاث من الزميلات في المدرسة يقولون أبد مستعدين نخاويت وبنترافق معك وبنساند كل شيء. مادية قالت المديرة أبدا لك من مرة لا تأخذين رسوم من الطالبات أبد، بإذن الله فيه راعي تكفل، لكن تعالي وقفي. هنا دور القائدة فعلا أيا كان مستواها أو جهتها لابد أن تعرف أن النظام بالنسبة للزهرات اللي هم الأشبال وطبعا ومن باب أولى البراعم، النظام لا يسمح إطلاقا بقضية الخروج أو عفوا قضية السفر خارج المنطقة لمرحلة البراعم مرحلة الزهرات أو الأشبال بالنسبة للبنين. فيا كريمات لابد، لا لا في أي مجال، أنا أتكلم في الكشافة جو كل شغلنا كل هالكلام في الكشافة، ما أدري في شيء ثاني ما أدري، أنا كل كلامي عن الكشافة. فمرحلة مثلا قلنا موارد بشرية، وحتى على مستوى المنظمات لابد، يعني لما تجي جمعية من الجمعيات وتقيم لها زي عندنا في المدارس ما يمكن استضافة أي شخص عن طريق خارج التعليم إلا بموافقة الإدارة، هذا تعميم نظامي، لابد أمر نظامي، ما مو بالقضية سواء في الكشافة أو في غيرها، لابد أن يراعي الإمكانات النظامية في خط متوازي في مثلث متوازي، هو البشرية والمادية والنظامية، مو بس فقط أني أكتفي بالمادية والله أقول عندي فلوس ولا عندي مواد بشرية، لا في أي مجال لابد أن يراعي قضية النظامية، الأمور النظامية هذه مهمة. طيب بعد البيئة المناسبة تحسين المظهر العام للفرقة، فعلا كل ما كنت واضحة ودقيقة في عملي وخطتي ومعروفة للجميع كل ما كان الصبغة العامة للفتيات وللفرقة عموما أو الوحدة الكشفية للمتقدم للجوال قائدات في الجوالة، كل ما كان المظهر العام للفرقة كل ما كانت خطتي واضحة، كل ما كان المظهر العام العلاقة بينهم طردية وليست علاقة عكسية، لا العلاقة طردية بين التخطيط وتجويد العمل وتحسين العمل. إذا كان ترى أي نقطة أنا أذكرها تحتاج تأييد أو تحتاج اعتراض أو إبداء وجهة نظر ترى نسعد والله، الشات أنا زي ما قلت لكم مفتوح على الجوال عندي وجالس أقرأ فيها أول بأول، يعني مفتوح على الجوال والعرض على الكمبيوتر، يعني ما عندي إشكالية أقرأ مباشرة، فأفيدونا في قضية أي مداخلة تفيد الجميع، نحن هنا نفيد ونستفيد، ليس فقط المسألة محاضرة أو إلقاء محاضرة لا، وهذا ما أكدت عليها سمو الأميرة وأكدت عليها قائدة مناير والجميع، يعني أكدوا على أن يكون عملنا تبادلي في قضية المعرفة، أنه ما يكون فقط إلقاء أو إملاء، لا لابد أنه يكون أخذ وعطاء ونستفيد من بعض، يعني مثل ما ودي أذكر أسماء لكن مجموعة من المداخلات كانت جدا رائعة. نواصل بعد تحسين المظهر العام، تضامن القوى العاملة وتركيزها، كل إن عارف دوره. يا كريمات في نقطة مهمة شوفوني كتبتها الآن، ترتبط ارتباط قوي بما هو مكتوب. الآن اللي قدامنا تضامن القوى العاملة وتركيزها، القوى العاملة عندي أمينة مصادر، عندي الموجهة الطلابية، عندي رائدة النشاط، كل هؤلاء عندي، هذه قوة عاملة. وش اللي أضمن أنها تتضامن معي وتصير سند لي؟ إذا خططت جيد، وماذا يا كريمات شوفوها أنا كتبتها في الشات لمن ترغب القراءة، وكان لديها توصيف المهام واضح وعالي، توصيف المهام دائما إذا كان توصيف المهام واضح للجميع في القوى العاملة معي سيكون تركيزها عالي، ولا لا يا كريمات؟ هل في اعتراض على هذا الربط بين تضامن القوة وبين توصيف المهام، عفوا بين التركيز؟ كل ما كان هناك توصيف للمهام بدقة، كل واحدة عارف دورها في الفرقة، كل فتاة زي ما قلنا لكم أمس الأول
قضية فكونا من كلمة عضوة، ما رجاء لا يجينا في أي مجال لا يجينا عضوة، لازم يكون لها مهمة موصفة ومدققة موضحة بشكل دقيق، اللي هي حتى نضمن يعني التركيز التوصيف لكل فتاة وش دورها، مندوبة وأمينة عهدة سكرتارية أمينة مكتبة مسؤولة المبرمجة مصممة مسؤولة الحاسب مسؤولة إدخال البيانات معروفة عند فلانة وفلانة هي اللي تدخل بيانات الهوايات دورات الهوايات مسؤولة الورش التدريبية. يا سلام، قاعدة فوزية تقول توصيف المهام في جميع المنظمات أو المنظومات مطلب لإنجاز العمل باحترافية عالية. جميل جدا، نواصل ننتقل لما بعدها. ترى قربنا من الساعة 7 الحمد لله وصلناها، سنواصل وجهزوا أوراقكم وأقلامكم كرما، سنبدأ بشغل عملي بعد قليل وتحقيق التقدم الملموس والممكن قياسه. حتى تستطيع المديرة أن تقول والله مثلا مديرة المدرسة أو مديرة الأنشطة الطلابية أو المشرف المجمع مشرفة المجمع أو أيا كانت من المسؤوليات أو المسؤولات أيا كان دورها، عندما تأتي وتطالب القائدة وش قدمتي، إذا كان لديها خطة سيمكن قياس ما قدمت. أما إذا كانت تمشي في مهب الريح، جاء برنامج نفذته ما جاء شيء، دورة الهوايات بدل ما تكون مخططة ومعدلها بشكل قوي وشكل فعال خبط عشوائي من تصبه تمت، اللي تجي من الفتيات بعضهم تجي ترشح فتاة تقول والله أنا ما أخذتها يا أستاذ، لا لا معليش تكفين روحي دورت هالمرة. تقول طيب يا أستاذ أنا ما راح أستفيد منها يا قائدة، خلي واحدة من الفتيات الثانيات تروح عني. لا لا ما في وقت والله تكفين، أنت يا مونة على أمك وروحي مكان، روحي غطي لازم في طالبين من في الإدارة طالبين من فتاة في دورة الهوايات أو ثنتين، روح تكفين أنت يا فلانة وفلانة روح. لا مو بصحيح، هذا معناته أن القائدة ستجد نفسها وحيدة بدون فريق عمل وبدون أشخاص تقدم لهم هذه الخدمة. هذه بالنسبة الحصول على موقع فعال، كل ما كنت مخطط ناجح كل ما كان عملي ناجح كل ما كان تركيزي أفضل كل ما تقدمت أمام الغير ووصلت إلى ما يرضي الله عز وجل أولا ثم ما يرضي المسؤولين حولي، وخدمة لهذا الدين ولهذا الوطن المبارك وخدمة لبنات وشباب الوطن. فكل ما كنت مخططة جيدة وناجحة كل ما كان موقعي بإذن الله عز وجل متمكن وفعال بين الوحدات الأخرى أيا كان موقعها. عناصر مرحلة التخطيط للتخطيط، عندنا مجموعة من العناصر وهذه كلمات الشريحة أو النشاط ما قبل الأخير اللي هو قبل النشاط المهاري. هذا النشاط الآن المعرفي، ما هي عناصر مرحلة التخطيط للتخطيط؟ عندنا سبع عناصر حقيقة أنا ذكرتها، فأودي أبدأ أقرأ في الشات يا كلمات. عفوا قاعدة جوهرة، وش الأسس اللي خطط عليها؟ سيأتينا، هو شغلنا كله إن شاء الله بعد قليل الأسس اللي تخططين عليها بإذن الله، لأننا بس جالسين جانب معرفي مهم لازم نمهد ونؤصل له في فوائد التخطيط ولماذا التخطيط وما هي عناصر مرحلة التخطيط. خلونا نبدأ عناصر مرحلة التخطيط للتخطيط. اختيار المشاريع قاعدة فوزية يا سلام. التكلفة المادية لازم أعرف كم ممكن أحصل عليه من المسؤولة. تقول ما شاء الله قاعدة ابتسام، خليني بس ما شاء الله تبارك الله. ابدا بكتابه وصف المشروع، اضع اهداف، اتاكد من ان اهدافي ذكيه محدده قابله للقياس قابله للتطبيق ذات صله وفي الوقت المناسب. يا سلام، قائمه بالمصادر التي قد تحتاجها لتنفيذ كل مهمه، وحدد الذين يجب ان يكونوا مسؤولين عن كل اكمال كل مهمه، اي عقبات قد تعيقني ما شاء الله في تحقيق الاهداف. ما شاء الله تبارك الله، كل قائد ابتسام كل دورتنا قلتيها في ذا الرسالة.
لو جمعناها مع أول رسالة للقائدة فوزية خلاص يا سلام تطلع دورة متكاملة ما شاء الله، ما تحتاجون لها. وشو أجل شو اللي جايبيني ما شاء الله دام هالكفاءات وهالعقليات موجودة. الله يحفظكم بحفظه ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب العناصر نواصل الأهداف في الوقت اللازم، حصل الاحتياجات، الموافقات النظامية خلاص احترقت هذه الموافقات النظامية، تحديد خطوات التنفيذ يا سلام قائد دينا ممتاز، تحديد خطوات التنفيذ، مؤشرات الأداء قائد نوف، ولو شكلها جديدة عليكم قضية المورد النظامي، يعني ما تعودنا عليه هو المورد البشري والمالي، أما النظامي فقد يكون جديد لدى، لا أقول البعض لدى الكثير حقيقة. وهذا دائما رواد النشاط إذا جينا نقدم أو القادة الكشفيين أو الموجهين الطلابيين دائما نجد في هذه في هذا الأمر محك نقاط القوة والضعف. يا سلام عناصر المرحلة لازم أعرف إيش نقاط القوة والضعف لدي. مثلا من نقاط القوة أن عندي مقر في المدرسة من أو في الكلية أو في أي مكان كان معهد تدريب مؤسسة العامة في النادي اللي أنتمي له إذا كنت تبع نادي الهيئة الرياضة وش اللي والفرقة تنتمي لها، هل فيه مقر ولا ما في مقر، هذا عنصر مهم جدا من نقاط القوة. لكن إذا كان ما عندي مقر هذا أيضا من نقاط الضعف. تحديد الوقت اللازم، توفير مكان مناسب، معرفة السلبيات والإيجابيات، يا سلام أقوى منها الفرص والتحديات. هذه طبعا منظومة سوات أو مصفوفة سوات اللي هي الفرص والتحديات، التحديات نقاط القوة نقاط الضعف، اختيار المشروع، تحديد تكلفة، العدد المشاركين. طبعا العدد معروف لدينا وهذه مهمة، نقطة مهمة، العدد إما 24 كما ذكر في جلسة الأمس عند القائد فذ القائد محمد محراب الله يسعده ويسعدكم جميعا بطاعته، عندما ذكر عدد المشاركين أنه يكون معروف لدينا 24 إلى 32، هذه الطليعة معروفة أو الرهط معروف. يعني البدء بالتجهيز وتوصيف المهام يا سلام، وليس التوظيف إنما توصيف المهام، وضع خطة مرنة لتغييرها بتغير الظروف. طيب خلونا نعرضها عشان نبدأ بإذن الله على إعداد خطة لمدة فصل دراسي كامل في الجانب المعرفي، عفوا في الجانب المهاري وليس المعرفي. بسم الله على بركة الله. أولا اختيار فريق التخطيط، هذه مهمة جدا. من هو فريق التخطيط يا كريمات الذي يضع خطة قائدة الفرقة؟ من هو فريق التخطيط؟ يلا اكتبوا لي فريق التخطيط، خلونا على مستوى مدرسة أو على مستوى مدرسة، القائدة والأعضاء، القائدة والرائدات من الطالبات المسؤولين عن إكمال المهام، المدير والمدرسات، قائد الصبحة بدأت تقترب، القائد والفرقة وعريفات الطلايا، مجلس الشرف، هذا جزء من ينفذ الخطة، ليس بالضرورة قائد حنان من ينفذ هو فريق التخطيط، يعني ليس بالضرورة، غير مرتبط العلاقة، غير مرتبط القائد، قائد الطليعة، المسؤولين، منهم المسؤولين؟ إن هذا سؤالنا، منهم المسؤولين؟ قائد عواطف، منهم المسؤولين؟ القائدة والرائدة والموجهة الطلابية والمشرفة، أفراد المجموعة، هذول المستهدفين، نريد الفريق. قائدة نوال تقول أفراد المجموعة، هذول المستهدفين، نريد. قائدة نوف تقول الإداريات، ممتاز جميل. فريق التخطيط عادة ليساهم في وضع الخطة، طبعا بالدرجة الأولى الأساسية عندنا سيأتينا في آخر شريحة خمس مصادر للخطة الفرقة. عادة طبعا زي ما تفضلتوا القائد والموجهة الطلابية ورائدة النشاط هذول والمساعدة لشؤون الطالبات، هذول الأربع اللي هي قائدة الفرقة. لاحظوا شوفني جيت اكتبها قائدة الوحدة، ثواني بس أعطوني فرصة أكتب، لأني عندنا قائدة الوحدة
عندنا الموجهة الطلابية، الموجهة الطلابية، عندنا رائدة النشاط. لا تزعل علينا إذا هي معنا واحد من، ماشي، أننا نتكلم عن الغالب العام قاعدة فوزية تختلف حسب مستوى الفرقة. فعلا نتكلم على طبعا قبل الموجهة الطلابية اللي هي المساعدة لشؤون الطالبات، عشان ما تزعلين المساعدة، إذا زعلت والله الفرقة ما تقام. المساعدة لشؤون الطالبات، شو الآن جتكم؟ هذا على الغالب الأعم يا كريمات في المدارس. قاعدة الوحدة المساعدة لشؤون الطالبات بديناها، لازم هي رأس المال. لو استقعدت للقاعدة المديرة ما هي بسامعة للقاعدة والله بتسمع المساعدة، لأن هي سندها بعد الله. القاعدة مساكين، المعلمة يمكن يقولون لا لزوم من فرقة كلها، وشغلنا ذاك اللي يروح على الفاضي. فقاعدة الوحدة المساعدة لشؤون الطالبات، الموجهة الطلابية، ورائدة النشاط، هذا هو فريق التخطيط الأصل. طيب طالبات الجامعة، يا سلام عليك قائد الجوهرة، من يكون فريق التخطيط؟ على ضوها قيسي، عندنا مثلا رائد أول العشيرة، ما أدري المسؤولات، مثلا مديرة الدور إدارة شؤون الطالبات أو مساعدة لها شؤون الطالبات، إذا كان الإدارة المالية في ممثلة للإدارة المالية، ممتاز يكون من فريق التخطيط، صح ولا لا؟ رئيسة القسم هي المسؤولة، لكن من يساندها مع قائدة الفرقة؟ ممكن ناخذ واحد ممثل مالي، ممثل من، إذا كان في بعض الجامعات حسب ما أعرف إن فيه، يعني لعلكم تساعدوني، اللي هي قضية الشراكة المجتمعية، وحدة الشراكة المجتمعية، ممكن يشاركني اللي هي زي ما قلنا في الجامعات قائدة الجوهرة، قاعدة الجوهرة ممكن ناخذ ايش؟ ممثلة من وحدة الشراكات المجتمعية، صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ ممكن ناخذ ولا مو ممكن؟ ممثلة في إعداد الخطة من ممثلة من وحدة الشراكات المجتمعية، شو أنا أرسلتها؟ صح ولا لا؟ ممكن ولا مو ممكن؟ يا سلام، قاعدة إقبال تقول نعم ممكن. وش المانع؟ ما أظن فيه مانع إن شاء الله، متفقين يعني إن شاء الله. جميل، هذا فريق التخطيط، لأن فعلا أنا أعرف من بعض الجامعات وبعض الجهات عندها وحدة اسمها الشراكات المجتمعية، وفي بعضهم يعني ما دمنا في قضية الجامعات في أيضا واحدة من العلاقات العامة، صح ولا لا يا كريمات؟ أو الإدارة الإعلامية، الإدارة الإعلامية، لكن لا نريد، أهم نقطة يا كريمات، لا نريد أن نتوسع في الفريق. لا تتوسعون، مو معناته أن نقول كذا ممكن تقولون لازم يجتمعون كلهم، لا، لكن ممكن أني أضع الخطة وأستانس بآراء بعضهم، ممكن يستانس بآراء بعض الزميلات، نعم، لكن ليس بالضرورة أن يكون فريق التخطيط أنه يتواجد في كل ذا العدد. يمكن ما يكون فريق التخطيط إلا ثنتين أو ثلاث بالكثير، لكن البقيات مستشارات فيما بعد وضع الخطة، تحديد الشركاء. وش الفرق بين، ودي أقرأ شيء مكتوب أو مسموع، بين فريق التخطيط وتحديد الشركاء، وش الفرق بينهم؟ طبعا في بون شاسع، لكن ما هو؟ هاي كلمات ترى جالس انتظر شيء مكتوب. لا معليش قاعدة نوف، مو بالشركاء الجهة الداعمة ولا قاعدة نجا، مو بالشركاء فريق مساند، لا، فريق التخطيط. ما العلاقة بين فريق التخطيط؟ أبشري أبشري، وش العلاقة بين فريق التخطيط وتحديد الشركاء؟ ما الفرق بينهم؟ هل بينهم فرق ولا هم نفسهم؟ فريق التخطيط هم الشركاء،
إيه داني هم مكملين بعض بس منهم ما يختلفون. وش الاختلاف؟ طبعا نرحب بالأستاذة منيرة الشبيبي مشرفة نشاط طلابي في إن كانها هي الزميلة أظنها هي إن شاء الله. قائد منيرة تقول لا يختلفون، ما أدري لا يختلفون تؤكد ولا أنهم تقول لا ما بينهم اختلاف، ما فهم، ودي توضح لنا قائد منيرة. قائد فوزية لا مو بنفسهم، معليش هالمرة ما نؤيدك. قائد حنان المظلات، وش المظلات الرسمية؟ فريق الشركاء اللي يدعموا فريق التخطيط، لا معليش ماشي ممتاز جدا، آسف قائد عواطف، نعم هذا جانب مهم جدا أن فريق الشركاء يدعم فريق التخطيط، ممتاز. طيب فريق التخطيط إداري الشركاء التنفيذي؟ لا الشركاء حتى تتضح الصورة، فريق التخطيط اللي ذكرنا يا كريمات، نتوقف كرما، بوقف الشات، أنا بضع الجوال على جنب وبأتكلم. فريق التخطيط هم من ذكرنا، سواء ممثلة عن وحدة شراكات مجتمعية على مستوى الجامعة أو الكلية، ممثلة عن وحدة العلاقات العامة، إذا كان على مستوى المدارس، مدارسنا اللي هي الموجهة الطلابية ورائدة النشاط والمساعدة، هؤلاء من؟ هؤلاء هم فريق التخطيط. الشركاء ليسوا في داخل المنظمة، دائما الشركاء هم خارج. وضحت يا كريمات، الآن بدأ الكلام يتضح بشكل أدق. فريق التخطيط هم عادة داخل المنظمة، حتى نستطيع أن نقرب للأذهان، يعني فريق التخطيط هم داخل إيش المنظمة. تحديد الشركاء هم الشركاء اللي لهم علاقة بنا لكن خارج المنظمة، مثل ما ذكرت لكم مركز صحي، مثل الدفاع مركز الدفاع المدني، حديقة البلدية القريبة من المدرسة، مسؤولية الأمانة، المسجد القريب من المدرسة إذا كان تقديم خدمة عامة في وقت الصباح، ممكن مركز صحي أو مستشفى إذا كان قريب التنسيق معه. هؤلاء هم الشركاء اللي هم الجمعيات القطاع الثالث أو المنظمات غير الربحية، هذول هم شركاء النجاح، شركاء العمل. واضح يا كريمات؟ هل اتضح الآن الفرق بين فريق التخطيط وتحديد الشركاء؟ نعم ولا لا؟ يا سلام، الشركاء من الخارج واضح تمام، نعم يا سلام أشكركم. خلونا ممتاز، إذا عرفنا الفرق بين فريق التخطيط وبين أبشر نبشر بما يسركم، بين فريق التخطيط وبين الشركاء. طيب تحديد الأدوار والمسؤوليات، من يشمل؟ ها كريمات، من يشمل الأدوار والمسؤوليات؟ هل هو فقط فريق التخطيط ولا في ناس غيرهم؟ اربط الثالثة بالأولى، هل تحديد الأدوار والمسؤوليات الجميع منهم؟ الجميع قائد نجد دارين الجميع، بس منهم؟ الله لا يهينك. قائد حنان عرفاء الطلايع، يا سلام هذولي جزء، ولا رواد الرهوط إذا كان رائدات الرهوط، رائدة أول عشيرة أو رائدة رهط، هؤلاء معروف أدوارهم، لا مو بالمخططين ولا هم بالشركاء، المخططين فريق التخطيط. يا سلام عليك قائد أفراح، تقول حتى أعضاء الفريق من طالب من فتيات، خلينا نقولها بمعنى دق كشفي، من فتيات وقائدات فريق التخطيط والفرق. هذه تحديد الأدوار والمسؤوليات، واضح المسؤوليات يا كريمات؟ المسؤوليات اللي والأدوار اللي هم زي ما قلنا لكم، عريف الطليعة، أمينة العهدة، لازم يكون الجميع عارف وش دوره. ما أقول من أصغر فتاة، كل فتاة موجودة في الفرقة لا بد يكون لها دور ويكون لها مسؤولية. ونرجع إلى يا سلام، لا مو بالجهات الخارجية، خلونا قاعدة حنا نوقف عند الجهة الخارجية، ما نبيها الخارجية في الشركة فقط، لا تحديد الأدوار والمسؤوليات في فريق التخطيط والمستهدفين، يعني هي مرتبطة بمن؟ بداخل المنظمة. الأدوار والمسؤوليات كملوها داخل المنظمة، أرسلوه رابط الحضور دوري فوق، عاد الله يعينك، إلا أن رسالة قائد مناير ثاني مرة الأمر لها، لكنه مرسل فوق ما شاء الله، جاهز قائد مناير ما شاء الله تبارك الله، داخل المنظمة ما شاء الله كتبتها قبلك قائد حنان.
مع فريق مبادر وهمام. طيب خلونا الشريحة قبل الأخيرة يلا عشان نبدأ بشغلنا. تكفون الآن 7:30. تأمين الموارد المطلوبة، طبعا زي ما ذكرنا الموارد البشرية ليست فقط يا كريمات، لا ينصرف دائما الموارد، ليست الموارد المالية فقط، انتبهوا لهذا الأمر، ليس فقط الموارد المالية، لا، في موارد مادية مثل المرافق في المدرسة أو في الكلية أو في أي في النادي، هذه موارد. ثواني بس أبريقي الله يهينكم قطتنا. تحديد المدة، يا سلام قائدة حنان تقول الموارد المطلوبة المكان والأجهزة وكل شيء يعني أيا كانت، وأيضا الموارد البشرية من اللي بيعمل معي منه اللي مهم معي، هذه تأمين الموارد المطلوبة. تحديد المدة الزمنية لإعداد الخطة، عادة في الفصل الأول بالنسبة للتعليم العام، أنا أتكلم التعليم العام، عادة لاحظوا يا كريمات اللي بتسجلها تسجلها، عادة الأسبوع الأول والثاني هي المدة الزمنية لإعداد الخطة، في الفصل الثاني والثالث الأسبوع الأول، لأن الخطة تكون شبه جاهزة فيعطون أسبوع فقط لإعداد الخطة في الفصل الثاني والثالث. هل هذا موجود في الجامعات؟ لا أدري، لكن في التعليم العام نعم موجود وبكل ثقة نقوله. فالمدة الزمنية لإعداد الخطة محددة من الإدارة، أسبوعين في الفصل الأول وأسبوع في الفصل الثاني وأسبوع في الفصل الثالث الأسبوع الأول. آليات العمل كما ذكرنا للفريق التخطيط، لابد أن يحدد آليات العمل لكل عضو في الفريق ولكل فتاة في الفرقة. لاحظوا الخطة السنوية، يا سلام عليك قائدة فوزية تقول في الجامعات الخطة السنوية جدا ممتاز، مو مدة الخطة قصيرة، قصدك المدة لوضع الخطة صح قائدة رغد، مدة وضع الخطة عادة لازم ما تكون طويلة مرة في الجامعات الخطة السنوية، يا سلام عليك قائدة فوزية هذه فائدة جميلة. تحديد آليات العمل وآليات التنفيذ كل هذه مهمة. أخيرا وهو قبل الجانب المهاري بعد أن أنهينا الجانب المعرفي، تحديد المعلومات ومصادرها وهو مفتاحنا للجانب العملي. تحديد المعلومات ومصادرها، وش مصادر المعلومات يا كريمات قبل ما نبدأ؟ مصادر المعلومات ما هي؟ قلنا تحديد المعلومات ومصادرها، وش مصادر المعلومات؟ ما أشوف الشات فاضي، ما بعد ولا مليت ولا انشغلت ولا شو قصة. الخطابات وموافقات الإعلام التعميم جمعية الكشافة ممتاز، هذا جزء جمعية الكشافة يا سلام. إدارة التعليم أو إدارة الأنشطة الطلابية في الجامعات جمعية الكشافة، عادة تواصلك يا قائد حنان ليس مع الجمعية مباشرة، لازم عن طريق القطاع اللي تنتمين له، تقارير كشفية، هذه بالنسبة لمصادر المعلومات. جهة العمل نعم هي من مصادر المعلومات. طيب بسم الله على بركة الله نبدأ في الجانب المهاري بعد أن انهينا، شاكر لكم جميعا هذا التفاعل. تكفون استمروا في الجانب المهاري، سنبدأ في الجانب المهاري، قربوا أوراقكم وقربوا قلامتكم، فسنبدأ في الجانب المهاري الآن. الله يرضى على الجميع ويرحم والدينا ووالديكم ويصلح لنا ولكم النية والذرية. طيب بسم الله، مصادر الخطة ما نبحثها نشاط على طول بنتقل لها عشان نبدأ نتكلم. بسم الله، عندنا مصادر الخطة 5 مصادر أساسية. المنهج الكشفي شوفوه باللون البرتقالي، والمناسبات المحلية، برامج القسم، المناسبات العالمية، البرامج الوطنية، كلها بفصل عليها، رفقوا علي ببدأ فيها أتكلم ثم نبدأ نأخذ أمثلة واقعية. المنهج الكشفي، طبعا المنهج الكشفي يتضمن المجالات 7، مجال
من اللي تذكر لنا تساعدني؟ مجال التربية الكشفية، مجال التربية الوطنية، مجال التربية الرياضية، مجال التربية العقلية والعلمية. هذه المجالات كما ذكرنا هي في المنهج الكشفي، الأنشطة الفردية، الأنشطة الجماعية، هذا مصدر مجال التربية الدينية ممتاز، بس ما في ثقافي في المجالات السبع. هذا المنهج الكشفي لابد عند وضع الخطة أني أضع في المنهج الكشفي. عندي المناسبة البرامج الوطنية، وش البرامج الوطنية؟ يا سلام عليك، السبع مجالات، الله يسعدك قائد حنان. ما هي البرامج الوطنية؟ يا سلام، بدأت القائد خلود بآخر مناسبة اللي هي يوم العلم. طيب وش غيرها مثلا؟ يوم التأسيس، صح؟ اليوم الوطني، يا سلام. هذه خلوكم وقفوا عند ذكرى البيعة، الله يبيض وجهك. خلينا نشوف من اللي كتبت البيعة. قائدة رشا، الله يسعدها الوجه وجميع الحاضرات، تقول البيعة واليوم الوطني وعندنا يوم التأسيس وعندنا يوم العلم. هذه أربع برامج وطنية، طبعا مواعيدها واضحة ومحددة، صح ولا لا؟ هذه أسقطها في الخطة سواء كان في الفصل الأول أو الفصل الثاني، أسقط البرنامج اللي بيكون عندي. حلو يا قائدات؟ طيب يوم البيع والتأسيس والعلم ليت كملتيها حطيت اليوم الوطني عشان تصير أربع جميع. لا أصبري، خلينا في الأربعة هذه البرامج الأساسية، واحدة من زميلات تكفون تكتبها وترسلها بشكل جماعي. هذا بالنسبة للبرامج الوطنية. عندنا المناسبات العالمية مثلا اليوم لا هذه المجالات ممتازة، المناهج على سبع مجالات وهي قائد الدلالات تقول التربية الدينية، التربية الوطنية، التربية الكشفية، الاجتماعية والبيئية، العقلية والأنشطة العلمية، التربية الصحية، التربية الرياضية. وقائد السعاد يا سلام تقول يوم البيعة التأسيس، اليوم الوطني ويوم العلم، الله يرفع قدرك. خلاص خلاص وقفوا بس تكون، لا خلونا على اللي كتبت قائدة بدرية أو قائدة السعاد. بدرية يمكن هذا بالنسبة للبرامج الوطنية اللي هي الأربع الأساسية. هذه عندنا المناسبات العالمية مثلا اليوم العالمي كمثال للتصحر، اليوم العالمي لأطفال التوحد، اليوم العالمي أشوف أنا كقائد للفرقة أشوف أبرز المناسبات العالمية والقريبة خلال الفصل ممكن أخذ منها كم، أخذ منها مناسبتين ثلاث حسب خطتي. واضح افرضوا ان الفصل الان الثالث، الفصل الثاني عفوا، كان يوم العلم جاء طارئ، وضعته في الخطه من لان الخطه لازم من ابرز مواصفات ان الخطه تكون ايش، تكون اقروها تكون مرنه، هذه من ابرز الاساسيات. اليوم العالمي الرياضيات وهذا جاء فيه التعميم بالنسبه للتعليم العام، يوم اليتيم، يوم المراه، يوم الطفل، يوم الدفاع المدني. فانا ما أدري أسبوع الشجرة ما عاد يجي فيه شيء، فيها كلها أيام الآن تغير المسمى. اليوم العالمي للسكر، اليوم العالمي لسرطان الثدي، الله يعافي مرضانا ومرضاكم. التطوع، اليوم العالمي التطوع للمعلم، يوم التحية الكشفية، يوم المنديل، يوم القائد لورد كمناسبة كشفية. فالمقصد يا كريمات ابدوا سجلوا الآن، ترد معليش أنا ودي تسجلون في الأوراق. البرامج الوطنية ذكرناها في رسالة الزميلة عندما قالت قائدة بدرية، يمكن هي أدق واحدة شوي، يوم التأسيس يوم العلم واليوم الوطني يوم البيعة، هي ذكرى البيعة وليست يوم البيعة، ذكرى البيعة. فهذه الآن في البرامج الوطنية اكتبوها، اكتبوا أيضا المناسبات العالمية، كل واحدة من الزميلات تشوف نفسها مناسبتين أو ثلاث بحد أقصى، اللي تبي اللي سواء من المكتوب أو من أي شيء لديها، أكتوبر الوردي، اليوم المياه، الزراعة، يوم النزاهة. لا مو بالأيام الكشفية كلها لابد من تفعيلها، لا الأيام الكشفية كثيرة، في يوم المنديل العالمي ممكن تفعيلها بما يتناسب مثلا بروشورات تصاميم، لكن
قائد الصباح 4 وسي معلش ما فهم قائد عزة تقول أبوك المشي النمر ما أدري والله ما فهمت المصطلحات. عموما هذه المناسبات العالمية. المناسبات المحلية مثل ماذا يا كريمات؟ شوفوني كتبتها. من أبرز المحل المناسبات المحلية حاليا اللي هي إيش؟ الرياض الخضراء مناسبة محلية. هذه الآن مناسبة محلية مهمة، الرياض الخضراء، صح ولا لا يا كريمات؟ أو السعودية الخضراء إذا كان خارج الرياض. هذه من المناسبات المحلية، هذه أصدقتها في فرقتي. لاحظوا ترى المنهج الكشفي لنا ما بعد جينا. برامج القسم في بعض الجهات سواء عندنا في دار التعليم في القسم النشاط الكشفي نزل مجموعة من البرامج ونزلت الخطة للفصل الثالث. أنا أشوف كمرحلة لاحظوا يا كلمات برامج القسم الآن هي تجي شاملة للأشبال وللفتيان اللي هو مرحلة المتوسط مرحلة الثلاثيات وللفتاة المتقدمة اللي هم الثانوي. فأنا أشوف برامج القسم أنا أي مرحلة قالوا أن مرحلة مثلا المتوسطة مرحلة الفتيات فأنا أخذ فقط من برامج القسم مش أخذ برامج إيش أخذ البرامج اللي تعنيني في المرحلة المتوسطة. جنادية مناسبة محلية نعم ولكن ليست ممكن نقول مادة جنادية ما زالت موجودة ما أدري والله زهايمر لا ماشي اللي تتماشى مع المرحلة العمرية نقطة مهمة جدا في إيش في المناسبات المحلية والبرامج والعالمية أنا أشوف اللي يناسب أخذه. طبعا الآن لو قلنا ابدأوا جمعوا معي كلمات خلونا ما بعد ترجينا المنهج الكشفي لاحظوا أنا ما بعد جيته خلاص وقفوا تكفون ما عدنا بمناسبات ما شاء الله وقفوا لا عد تجيبونا مناسبات لا محلية ولا عالمية. دقيقة بس لحظة شوي بس عشان نعرف نوحد الموجة خلوا أنتم ما شاء الله انطلقتوا في المناسبات والعالمية لو نقد نعد ما يقارب 70 مناسبة عالمية وش نعد وش نخلي وكذلك المناسبات المحلية. طيب برامج القسم قلنا ناخذ اللي إيش اللي يناسب المرحلة. طيب بالنسبة لي برامج خطة برامج القسم أنا عندنا خطة الإدارة بالنسبة للبرين في مجموعة من البرامج أنا أجي للمرحلة وأشوف اللي يناسب مثلا دورة الاستعرافات الأولية عندنا الآن بالفصل هذا عندنا مناسبة اللي هي دورة الاسعافات الأولية الوحدات الكشفية أجي وأنزلها في وين في خطتي لأنها جت من وين من برامج الإدارة وبرامج القسم واضح؟ بس الصوت يقطع شوي واضح الآن صوت أقول برامج القسم أنا عندي دورة الإسعافات الأولية للوحدات الكشفية هذه ما تعني الزهرات لأنها خاصة بالفتيات والفتيات المتقدمة اللي هم بالنسبة عندنا الفتيان والمتقدم المتوسط الثانوي. أنا أشوف وش اللي يناسبني في الكشفي وأسحب من خطة الإدارة أو خطة الجامعة. هذه بالنسبة لخطة برنامج دورة الهوايات الكشفية. شوفها جميع المراحل لا مكتوب عندنا في دورة الهوايات الكشفية جميع المراحل الأشبال اللي هم الزهرات والفتيان. فدورة الهوايات هذه من برامج القسم تنفذ عن طريق الإدارة عن طريق القسم. آخذنا البرامج المناسبة لي خلونا نفرض أن اللي يناسب لي في مرحلة الأشبال ثلاث برامج من برامج القسم. جميل واضح يا كريمات؟ طيب نجي للمنهج الكشفي عندي دورة هوايات هذه مهمة لازم أضعها. برنامج تقدم الأفراد اللي هم من مبتدئ استمارة التقدم الأنشطة الفردية والجماعية أوزعها على من؟ فأنا الآن أبدأ أشتغل على هالأساس. أبدأ الآن طبعا قلنا الأسبوع الأول هيكون إعداد الخطة صح ولا لا؟
الأسبوع الثاني والثالث والرابع عندي، والخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر، أتوقف عند الحادي عشر. هذه الأسابيع اللي هي بتكون عشرة أسابيع هي اللي أوزع عليها المنافسات، أوزع عليها المناسبات العالمية والمحلية والبرنامج الوطني وبرامج القسم، وأوزع عليها العشرة أسابيع دي المنهج الكشفي. خلونا نبدأ بالتوزيع. بالنسبة الآن زي ما قلنا لكم الأسبوع اتفقنا الأسبوع الأول إعداد الخطة، ما في إشكالية، فيكتب في الخطة أصلا الإعداد والتجهيز، توزيع المهام، تحديد مقر الفرقة، ممكن أكتب أي عناصر في الأسبوع الأول اللي هو إعداد الخطة زي ما قلنا لكم، توزيع المهام، تحديد المكان، تحديد النادي الكشفي، توزيع الطلايع إذا كانت الفصل الثاني خلاص كلنا عارف نفسه وما له داعي أن يوزع الطلايا ولا أوزع الرهوط، كلها موجودة الفصل الثاني موزعة ومنتهية، فما له داعي أروح أكتب في الخطة في الأسبوع الثاني توزيع الرهوط، ليش؟ هذا معناته ماني عارف وش أنا مقدم عليه. طيب المنهج الكشفي وش الأبرز العناصر في المنهج الكشفي يا كريمات؟ عفوا وش دور الكشافة فيها وش دورها؟ من هي؟ ما فهمت السؤال، كيف تكون مشاركة؟ قايد عزة ترى ما فهمت والله، عذرا. المنهج الكشفي ماشي. قايدة رشا ممكن تسجلين عندك مدام تقولين الأسبوع الرابع اليوم الوطني، نسجل فيه اليوم الوطني بحيث أنه ما تتضرب. ليش أنا لابد أعرف وش البرامج مواعيدها حتى لا تتضارب عندي وتتزاحم، ما يجي أسبوع مثلا فاضي وأسبوع فيه ثلاث برامج. انتبهوا ترى هذه من أهم العناصر، من أهم العناصر أن لا يكون هناك ضغط في أسبوع ويجيك أسبوع أو أسبوعين وراء بعض ما فيها ولا برنامج، مو بصحيح. واضح الفرق يا كلمات؟ فلما أجي الآن أسبوع مثلاً الرابع أقول اليوم الوطني، أسبوع الخامس أتفاجأ ما في شيء، والسادس ما في شيء، السابع في ثلاث برامج مناسبة محلية، اليوم العالمي مثلاً للنديل الكشفي، اليوم العالمي للسرطان، يوم العلم في الأسبوع التاسع بيكون خلاص ثابت من الفصل الثاني، نهاية الفصل الثاني بيكون في الأسبوع الحادي عشر، ذكرى البيعات ترى في الفصل الحادي عشر. فلا بد أني لما أجي أوزع أجي عاد للبرامج الكشفية، أعطوني برامج كشفية، وقفوا الآن خلونا نكتب في الخطة برامج كشفية. أول شيء مسابقة الأركان اللي هي أركان النادي الكشفي بين الطلايع أو بين الرهوط، مسابقة الأركان هذه برنامج دوري رياضي سواء حسب إمكانات المدرسة لاحظوا أو القطاع، دوري رياضي مثلا في التنس، في اللهم صل وسلم على نبينا محمد، دوري رياضي في البيبي فوت، دوري رياضي في الهوكي، أنا حطيت دوري رياضي كرة الطائرة أي حسب المناسب لمقر الفرقة. فالمقصد أنا الآن وضعت دوري الرياضي، متى أضعه؟ المشكلة على قضية أن أعرف متى أضع المنهج الكشفي، لازم أوزع. قلنا لكم في مسابقات الأركان، في الدوري الرياضي، في دورة الهوايات، في استمارة تقدم الأفراد. بعض الزميلات وبعض القادة عندنا للأسف أنه دائما، وهذه من خبرة، دائما يزق نفسه في الأسبوع العاشر والحادي عشر أو التاسع والعشر. لا، ابدأوا يا كلمات دائما ابدأوا في تقدم الأفراد، ابدأوا من الأسبوع الرابع، بالكثير ابدأوا من الأسبوع الخامس، لا تبدأوا من الأسبوع التاسع تزنقون أنفسكم وتزنقون الفتيات لديكم أنها ما يمديها تحصل الاستمارة، بعضها ما تكمل في أسبوع أو أسبوعين. فابدأوا توزيع الاستمارة تقدم الأفراد على ولعلنا مسابقة الأركان أبشري باجيها. مسابقة الأركان اللي هي أركان الطلايع، كل طليعة يكون لها ركن في النادي الكشفي،
تضع لها ركن، فنشوف أفضل طليعة جهزت ركنها بمجالات السبع، جهزت ركنها ببعض الأعمال وبعض الخامات في هذا المجال، مسابقة الأركان هذا المقصود. تكون مسابقة مثلا أسبوع وراء أسبوع، ما تكون أسبوعية، على أساس تحفيز الفتيات على العمل والبحث والممارسة العملية، والجانب المعرفي يكون عالي لديهم، مو بس فقط جانب مهاري حبال وغيره، لا يكون أيضا جانب معرفي. هذا مقصود مسابقة الأركان. أرجو أن يكون واضح لك قائد حنا. أرجع وأقول منهج الكشفي على حسب تواريخ الفعالية وعلى أساس نختار أسبوع. لا مو بالعفو، مو على أساس نختار أسبوع، لا، المنهج الكشفي، لاحظوا يا كريمات، المنهج الكشفي هو من خلال الأنشطة الفردية والجماعية، من خلال تقدم الأفراد، من خلال دورة الهوايات، الدورات التدريبية. فيه نقطة مهمة جدا جدا ما بعد ذكرناها، اللي هي الاجتماعات التدريبية والتنظيمية. أولا، ما الفرق بين الاجتماعات التدريبية والتنظيمية؟ هاي كلمات ممكن أقرأ الفرق بينهن. هذه لابد تنزل في الخطة، من الأشياء في المنهج الكشفي، اجتماعات تدريبية واجتماعات تنظيمية، عساكم كتبتوها، لابد تنزل. وش الفرق بين التدريبي اجتماع تنظيمي واجتماع تدريبي؟ وش الفرق بينهم؟ أو ما بينهم فرق؟ طيب، تنظيم هي قواعد والتدريب وتحدد المهر. عموما اجتماع تنظيمي الأنشطة، التنظيمي هو مجلس الشرف أو مجلس الطليعة بشكل سريع أبشري. الاجتماع التدريبي هو يرتبط بالمجالات اللي كتبتها إحدى الزميلات، المجالات السبع فوق، اللي هي المجالات السبع ذكرتها الزميلة، اللي هي التربية الدينية الوطنية الكشفية الاجتماعية والبيئية. هذه بالنسبة للمجالات السبع. المجالات السبع كما ذكرنا في قضية الاجتماعات التنظيمية اللي هو مجلس الشرف أو مجلس الطليعة، هذا اجتماع تنظيمي انتهينا منه. الاجتماع التدريبي اللي هو المجالات، اني في كل اجتماع تدريبي أضع ممارسة عملية على الأقل 3 إلى 4 مجالات في كل اجتماع تدريبي. طيب، في حركة يسوونها كثير من الزملاء، كانوا طبعا صعب على البعض انه او على الجميع انهم لازم نقول حطوا لكم يوم مسائي تجون تدربون فيه الفرقة، لكن في طريقة جربوها كثير من الزملاء وهي ناجحة، اني اوزع الاجتماع التدريبي. وشون اوزعه؟ مثلا حددت في الاسبوع الخامس اجتماع تدريبي عندي، الاسبوع الخامس والسابع والتاسع. جميل، لمن ترغب الكتابة تضع مثلا في الأسبوع الخامس والسابع والتاسع، هذا اجتماع إيش؟ تدريبي. التدريبي على المجالات السبع، كوني في كل فصل خدت 3 اجتماعات تدريبية، معناته بيجي عندي في المعتاد إذا كنت في الجامعة 6 اجتماعات، وإذا كنت في التعليم العام بيكون عندي 9 اجتماعات. لا تصير متوالية، أعطي نفسك مجال يا قائد عزة، لكن خلي بينهم أسبوع أقل شيء بين كل اجتماع واجتماع تدريبي. الطريقة أنا بذكرها لكم في الاجتماعات التدريبية، إذا كان عندي مثلا في الأسبوع الرابع اجتماع تدريبي حددت 3 مجالات. وش هي 3 مجالات؟ خلونا نقول مجال التربية الوطنية ومجال التربية مجال التربية الوطنية ومجال التربية الكشفية ومجال التربية الرياضية. هذه اللي عندي 3 مجالات. أجي للمجال التربية الوطنية اللي هو دورة عن العلم السعودي، أحطها يوم إيش؟ يوم الاثنين للفئة المستهدفة. أنا عندي طريقتين بقدم لهم يوم العلم، فيوم الاثنين، وهذه الطريقة مجربة ونجحت والحمد لله، يعني تريح من أعباء كثيرة ومن تشتت الوقت، لأن يمكن ما عندي أنا الفسحة، بعض الزميلات عندها حصة أو حصتين تتمكن انها تقابل الطالبات فيها او الفتيات، فاجي يوم الاثنين واخذ لي
العلم السعودي. يوم الثلاثاء أنا لاحظه ما طلعت من الأسبوع، ما زلت في الأسبوع الرابع. يوم الأربعاء الثلاثاء أخذ التربية الصحية أو التربية الرياضية دوري التنس، وأطبق فيه مهارات الجانب المعرفي والجانب المهاري في دوري التنس. وهكذا يا كريمات أني أجزئ الأسبوع، ما يكون الاجتماع التدريبي في يوم واحد، ترى يصعب على الكثير، صح ولا لا؟ يصعب على الكثير أنه يطبق اجتماع تدريبي في يوم واحد، فجزئوا الاجتماعات التدريبية على 3 أيام 4 أيام بالكثير. واضح في الاجتماعات التدريبية؟ هذا بالنسبة للاجتماعات التدريبية والاجتماعات التنظيمية. الاجتماع التنظيمية السهلة أضعها في الأسبوع، يفضل لابد أن يكون الأسبوع الثاني عندي اجتماع، هذا ضروري، واجتماع ما كثر من التنظيمية، واجتماع يكون في الأسبوع العاشر تكفير المهام التنظيمية. وإذا جد جديد شيء ضروري ممكن أني أعقد اجتماع تنظيمي في وسط الأسبوع. هذا يا كريمات بالنسبة لتوزيع الخطة بشكل عملي وشكل مهاري بين الزميلات، بحيث أني لابد وضعنا بعض الأسس المهمة. جميل، هي مختلفة الأيام لكن نفس الأسبوع، ما نحاول نطلع عن الأسبوع إذا حددناه. في أضيق الحدود لو بقالنا مجال تدريبي أن نأجل الأسبوع لي حسب الإمكانية، لكن عودوا أنفسكم وعودوا الفتيات أنكم ما تطلعون من الأسبوع المحدد فيه الاجتماع التدريبي. هنا أقف، هذا ما لدي، أرجو أن أكون وفقت في تقديم ما فيه فائدة وخير للجميع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليها أسلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنا مستعد على الشات أي أسئلة ونقاشات، فأرجو أن نكون فعلا كما وصلت إلى ذائقتكم في تقديم معلومات تنفع الجميع، والله ينفع بنا وبكم، ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن ينفع بنا ديننا ووطننا. المداخلة قاعدة خلود، سمي. اكتبي قاعدة خلود، وش المداخلة؟ الله يعافيكم جميعا، نبي نشوف مداخلة قاعدة خلود. وإياكم، العفو العفو. العرض طبيعي بتسجل، وأنا أرسلت القاعدة مناير، عاد تفاهموا مع القاعدة مناير. قائد ممكن أفتح المايك يشاركون؟ اللي تبيه مرة. تم، أبشر. تبسين بجنة والدينا. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير أستاذي، الله يطول عمرك وكل القائدات الجميلات اللي حاضرين معنا، وأثريتنا الله يطول عمرك، ما قصرت، بيض الله وجهك. وللمعلومية ترى في مرشدات حاضرين، يعني طالبات حاضرين لك للورشة، وأثريتنا الله يكتب أجرك. ولكن أستاذي أنا عندي سؤال، أنت قاعد تندد أن يكون الاجتماع مع المرشدات أو القائدات الكشفيات يكون مثلا بشكل أسبوعي، صحيح؟ أي اجتماع؟ يعني الاجتماع مثلا إحنا أنا كقائدة وعندي فرقة، وفرقتي مفروض تكون اجتماعي معها بشكل أسبوعي. لا، بشكل لحظي جلوسك مع قائد فتيات. أنا أتكلم اجتماعات عندنا نوعين، تنظيمية، هذا يفترض أنها ما تجاوز 2 إلى 3 بالكثير في الفصل الواحد، التنظيمية. طيب أنا لا، يفترض أنها تكون 3 في خلال الفصل، تكون كل واحدة بين أسبوع إلى أسبوعين، ما تكون متتالية، أهم شيء تدريبية. حتى ما يجي إرهاق وتشتيت فكر وتشتيت وقت على الطالبات الفتيات. طيب أستاذ الله يعافيك، عندي استفسار آخر، ودائما أقول في عدة لقاءات، ليش البنت لما تكون خريجة من الكلية عندنا مثلا ما يعني نقتصر على المستجدات ونبدأ من أول وجديد، نأسس ونعلم من جديد، وهذا دائما حتى أقوله في المخيمات الكشفية، ليش أنا ما أخذ مثلا المرشدات السابقات اللي عندي اللي تشبعوا مني خبرات وأعطيهم مثلا، لو أنه يعني هو أساسا هو مجال متطوعي، فتجي مثلا تتطوع في الكلية أنها تكون مثلا نائبة للقائدة، نائبة لي أنا في الفرقة اللي أنا موجودة معها. اولا تشيل معلش قائده، وش اللي يمنع؟ اللي يمنع ممكن اداره الكليه نفسها. خلاص نرجع لقضيه الامكانات النظاميه، اي وحتى مو بس اداره الكليه استاذي اذا سمحت لي،
يعني النظام الكشفي أساسا يقول لك دائما لابد أن تكون الفرقة الكشفية مش مستمرة، تكون يعني متجددة من بعض من حين إلى آخر، فهذا الشيء يعني يصعب علينا إحنا. لا يعني شوفي معليش أستاذة الكريمة، إن بالنسبة عندنا الحمد لله يعني في مجال أنا أتكلم على ولله الحمد والمنة لي ما يزيد عن 20 سنة كمشرف كشفي، مشرف نشاط كشفي الآن حدود الحمد لله حوالي 23 سنة. اللهم صل وسلم على محمد. من خلال تعاملي في الميدان مع القادة الكشفيين في قضية استفادة من خبرات الكشافين السابقين، يجون يدربون في الصباح أو في المساء في اليوم التدريبي المسائي غالبا يجون يدربون، القادة يجون يدربون يتعاونون مع زملائهم، ما عندنا إشكالية. لكن التجدد سنة الحياة يا قائدة، أنت عارف أن التجديد لابد أجدد الدماء، أجدد الفتيات تتعامل مع مجموعة جديدة أهل. أنا معك على مجموعة 10 أو 15 دربتهم وأقول خلاص أنا تعيش معهم 20 وأستمر معهم، لا جددي حياتك، جددي الدماء في قضية فرقتك، لأن مهما كان العطاء ينضب، صح ولا لا؟ أستاذي أنا حاب أوضح لك نقطة، أنا بالعكس أنا مع التجديد ومع التغيير والتطوير، بالعكس جميل جدا، وأنه الفائدة تعم لأجيال الأجيال القادمة، ولكن أنا قصدي أنه الاستفادة أني أستفيد منهم حرام. عندي كوادر والله يا أستاذي لو تشوفها من أروع ما يكون. مين مش مشكلية أن نستفيد من كوادر، والله عندنا كوادر مهمة ونستفيد، يعني ما كل ما يستحيل أن تجدين شخص ملم بجميع المجالات السبع في نشاط الكشفي، زي مثلا قضية الحبال، ما ليس جميع القادة مثلا متمكنين في الحبال، لكن زي ما شاء الله القائد محراب معنا ترى من أقوى القادة في قضية الحبال، أنا على مستوى المملكة مو مستوى الرياضة ومستوى مكة، يعني أنا أقول لك بكل صراحة. فقضية زي الحبال ما كل قائد يعرف يستطيع أنه يمارس بقوة، لكن فيه ناس لا أجيبهم واستفيد منهم، يا ما جبنا كشافين وقدموا دورات لزملائهم في قضية الحبال وشغالين عليها في دورة الهوايات وأي دراسة أولية دراسة تأسيسية، نجيب زملائنا ويشتغلون معنا. الحمد لله النظام عندنا متاح في التعليم العام بالنسبة للبنين، فيها ريحية قوية في استقطاب الكفاءات وعلى مستوى المملكة، ليس مستوى تعليم الرياضة ومكة، ويأيدني في ذلك الزميل قائد محراب وهو أكيد معنا الله يسعده ويسعدكم. فأنا أقول لك بالنسبة لنا عندنا ريحية، ما أدري الجامعات أو غيره ما أدري وش وضعهم في منع مثلا استقطاب هالكفاءات، هذا المقصد يعني. معي قائدة؟ نعم أستاذي معك. أنا كان سؤالي أستاذ محمد الله يطول عمرك، أنا كل هدفي أنه فعلا إحنا بالعكس، أنا شوف أنا يعني أنا أنثى اللي تكلمك أنثى، ولكن المرونة دائما وأبدا تأتي من الرجال عموما بصراحة، بالعمل مع الرجال يكون في مرونة أكثر، ولكن إحنا المشكلة إحنا كمرونة شوفي طبيعة فطرة الله اللي تفطر طبيعة الناس. الأنثى طبعاً طبيعة الأنثى أكيد تفصيلية يعني إيه طبعاً إيه هذا صحيح، ولكن أنا هدفي ليس أنا كخلود قائدة في الكلية التقنية للبنات في الإحساء أو أستاذة سميرة أو أستاذة مثلاً ليلى، لا أنا هدفي إن بناتي بعد ما يتخرجون أقدر أنا أستقطبهم أستفيد منهم كنائب عندي، عرفت علي؟ يعني هذه مشكلتنا إحنا بالعكس إحنا نستفيد مثلاً من القادة ما شاء الله الكبار اللي زي حضرتك وزي الأستاذ عبد الله نيازي وزي ما يحضرني الأسماء، أنا ما أبغى أظلم أحد، طيب نستفيد منهم في المخيمات الكشفية في أي شيء في الورش اللي زي كذا الدراسات، ولكن إحنا وين لما إحنا بناتنا يتخرجون وتقعد في البيت مسكينة وما تجي مثلاً تتطوع في الكليات أو الجامعات عشان الواحد يقدر يستفيد منها، هذا الهدف، أنا هذا القصد اللي عندي. الله يسعدك. ويرجع نظام، فعلا يرجع نظام فوق كل شيء. أنا أعجز عن الشكر باسمي وباسم القائدات وبيض الله وجهك، وشكرا جزيلا من القلب، شكرا يعطيك العافية. قبل ما نقل الله يعافيك ويسعد قطعتي ويرحم والدينا ووالديكم جميعا، معلش فيها أنا صورت الشاشة إحدى الزميلات، لحظة قفل الجوال بس ثواني بس عشان نلحق الصلاة بالنسبة للرياض في للأسف أنه غادر. عموما خلوني أشوف الشات إذا كان ما زال موجود، رجع لا تنهون، في واحدة من الزميلات أرسلت آخر رسالة. أستاذ مسموح سنتين، في واحدة كاتبة أستاذ خلود في جامعتنا مسموح سنتين بعد التخرج نستفاد منها كمتطوعة،
طيب في واحدة أرسلت جدول ودي تعيد رسالة في الأخير لأني ما لقيت الصراحة ما أدري إيه هذا هو ثواني بس ممكن تعيدين الرسالة اللي أرسلت إحدى الزميلات في الأخير العرض قلت لكم عند القائد مناير تواصلوا معه إذا بتعطيكم أبدا أنا ما عندي مانع بالعكس الله أفرح بنشر الخير للغير أبدا ما عندي والله الكتب الكشفية كثيرة قائد محراب بكرة خذوها منه ترى عنده خبرة في قضية الكتب الكشفية المفيدة لأنه متمرس بقوة في هذا المجال تواصلوا معه عاد ما أدري شلون تواصلوا مع قائد مناير والله ما أدري مناير الدباس سألوا عنها دوروها ايوه تقول نعم ممكن الاسبوع لا تكثرين تكفين من الايام بس اهم شيء اليوم الوطني الاسبوع الرابع الخامس دوري الطائره وين راحت ايه سامي اجتماع تدريبي الاسبوع التاسع يوم العاشر اجتماع تدريبي الحادي عشر لا يكون الاسبوع الحادي عشر اجتماع تدريبي لا بكذبه يلا الله يعطيكم العافية أنا أستاذنكم قيمة الصلاة عندنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن بغيت أي شيء أبدا أننا قريبين منكم في أي وقت وأي لحظة ونسعد بخدمة الجميع في أمان الله